الحركة ليست حركة من أجل وقف الحرب أو وقف النزاعات المسلحة، فهذا ليس هو غرضها، ولكن غرضها هو تدارك معاناة البشر وتخفيفها في كل الأحوال، بمعنى أنها تقدم حماية، مساعدة، وقاية، وكل ذلك من أجل تدارك أو تخفيف من وطأة تلك المآسي وتلك الأضرار، وهذا ينسجم تماما مع الأهداف العامة للقانون الدولي الإنساني أو قانون النزاعات المسلحة، الذي لا يسعى إلى وقف الحرب ولكن يسعى إلى توفير ضمانات القانونية والواقعية التي من شأنها أن تخفف من معاناة الأشخاص والأعيان على أو الطبيعة كذلك البيئة على وجه التحديد. ننظم في هذا اليوم لقاء جهويا حول القانون الدولي الإنساني بتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا اللقاء الذي هو موجه لكل جميع أطياف المجتمع المدني بالجهة هو يندرج طبعا في إطار صادقة المغرب على الاتفاقيات الأربع لجنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تنص على أنه يجب التحسيس ويجب التعريف بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، خصوصا في حالة السلم وفي حالة الهدوء يجب تحسيس المواطنين والمواطنات، وهذا ما نقوم به. طبعا القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد ومن الأحكام ومن المبادئ التي تنطبق في حالة النزاعات المسلحة، وطبعا كما نعرف أن هذه النزاعات المسلحة هي أخذت أبعادا معقدة جدا، قد تكون دولية وقد تكون داخلية وقد تكون فيها عدة أطراف، وكما نعرف على أن خصوصا المدنيين والغير الحاملين للسلاح هم الذين يكونون في بعض الأحيان وفي الغالب ضحايا لهذه النزاعات المسلحة. فهذه المبادئ والأحكام للقانون الدولي الإنساني طبعا تعمل إلى جانب قواعد وقوانين حقوق الإنسان على حفظ أرواح المواطنين والمواطنات وعلى حقهم في الحياة وعلى حقهم في الكرامة وفي الصحة وفي العيش الكريم. طبعا في هذا الإطار تقوم اللجنة الجهوية بتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتنظيم هذا اليوم التحسيسي.